في الشرق الأوسط تستمر أزمات المياه، وخاصة عندما تكون الأنهار مشتركة. هذا هو الحال مع تركيا وسوريا والعراق الذين يشتركون في نهري دجلة والفرات. يتدفق نهر الفرات من تركيا عبر سوريا إلى العراق قبل دخوله مياه الخليج العربي عبر بلاد ما بين النهرين. يتبع نهر دجلة طريقا موازيا لنهر الفرات قبل أن يلتقي النهران في الأحوال الجنوبية. كلا النهرين يسقيان منطقة الهلال الخصيب التي قامت عليها حضارة بلاد ما بين النهرين القديمة، وكانت أول الأنهار التي تم استخدامها للري على نطاق واسع منذ حوالي 7500 عام. ولكن منذ الستينات غيرت الخطط الأحادية الجانب تدفق الأنهار وكذلك بناء السدود، مثل تطوير سد إليسو المثير للجدل والأكبر في تركيا، وهو جزء من مشروع تركي أكبر، هو مشروع جنوب شرق الأناضول، ويتضمن بناء 22 سدا عبر نهري دجلة والفرات بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق. تشير التقديرات إلى أن بناء السدود في تركيا أدى بالفعل إلى خفض إمدادات المياه في العراق بنسبة 80% منذ عام 1975. السدود التركية خطر على الحياة المائية في سوريا والعراق حسب تقارير، حيث تراجع منسوب المياه في نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر عبر سوريا ليصل إلى العراق. زميل زيدان زينكلو من تركيا ينقل لنا أنواع السدود التركية على نهر الفرات، وزميل جمعة كاش من سوريا ومنتظر رشيد من العراق ينقلان لنا آثار السدود التركية على مناسيب المياه. في ولاية أرزنجان يلتقي نهرا مراتسو وكراسو ليشكلا معا نهر الفرات، يقطع مسافة 1176 كيلومترا داخل الأراضي التركية، مارا بعدة ولايات ليغادرها من بلدة قرقميش في ولاية غازي عنتاب إلى مدينة جرابلس السورية. منذ سبعينيات القرن الماضي وضمن مشروع جاب أنشأت تركيا 5 سدود على الفرات، هي كيبان وكاراكايا وأتاتورك وبيريجيك وقرقميش. تولد هذه السدود أكثر من 6000 ميجاوات، أي ما نسبته 27% من إجمالي الكهرباء المنتجة عبر محطات إنتاج الطاقة الكهرومائية، وأكثر من 8% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. يعتبر سد كاراكايا وأتاتورك أهم السدود التركية على الفرات، فسد أتاتورك هو أهم سد تركي وأوروبي وخامس سد في العالم، سعته الإجمالية 48 مليار متر مكعب. كانت هذه إذن لمحة موجزة عن السدود المقامة على نهر الفرات في تركيا، لخصتها أنا زيدان زينكلو. في سوريا كيف تبدو حال المشاريع المقامة على نهر الفرات؟ الزميل جمعة كاش لديه التفاصيل. زيدان، المشاريع العظيمة كما تسمى في تركيا تنذر بكارثة هنا، لا سيما مع تراجع حصة سوريا من المياه إلى نصف الكمية المتفقة عليها بين البلدين، وهو ما يلقي بظلال ثقيلة على حياة 3 ملايين سوري. يشكل نهر الفرات العصب الرئيسي لحياتهم، ومع حبس تركيا لمياه النهر تراجع الوارد المائي من 500 متر مكعب في الثانية إلى 200 متر مكعب، ما أدى إلى خروج معظم محطات توليد الكهرباء عن الخدمة، واضطر الأكراد لتقنين ساعات التغذية إلى 8 ساعات فقط، وأصبح نحو 640 ألف هكتار من المساحات الزراعية مهددة بالجفاف. الإدارة الذاتية التي تدير المنطقة طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على تركيا للتوقف عن استخدام المياه كسلاح. هكذا تبدو الصورة هنا في سوريا، فهل هي مختلفة أو متشابهة في العراق؟ لا يختلف المشهد هنا كثيرا عما هو عليه في سوريا، فكل شيء تأثر هنا بانخفاض مناسيب مياه نهر الفرات، بدءا بقطاع الزراعة والرعي وصولا إلى الثروة السمكية وانتهاءا بقطاع الطاقة. يدخل نهر الفرات الأراضي العراقية عبر القائم ليقطع مسافة 120 كيلومترا قبل أن يصب في شط العرب في البصرة. مناسيب نهر الفرات انخفضت إلى أقل من النصف، الثروة السمكية تأثرت بنقص مياه الفرات،
كما تسبب بجفاف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وزيادة التصحر. نقص شديد في كميات المياه المخزنة في بحيرات الرزازة وعانة والحبانية، انخفاض مناسيب المياه في سدود حديثة والهندية والكوفة، وخسارة العراق أكثر من 1000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، انخفاض كميات المياه الصالحة للشرب عن عدد من المحافظات العراقية. بغداد لوحت بإمكانية تدويل ملف المياه مع تركيا في حال واصلت الأخيرة تقليص حصص العراق المائية من نهر الفرات. إلى عمان الآن، ومعنا من هناك رعد هاشم الباحث في الشأن العراقي. سيد رعد، مرحبا بكم معنا في العربية الليلة. إذا العراق يحظى بأحد أكثر إمدادات المياه في الشرق الأوسط وفرة، إلى أن أنهاره انخفض تدفقها أكثر من النصف اليوم، ما تعقيبك؟ بداية التحية لكم المتابعين الكرام. طبعا واضح أن السياسة المائية اللي تتخذها الجارة تركيا انتابها كثير من المتغيرات، خاصة ما بعد 2003. معلوم للجميع أنه كان يصل للعراق ما يقرب من 84 مليار متر مكعب بواقع، يعني هاي قبل التقليص، يعني ما بعد 2003 حصل تقليص كبير، 32 مليار على الفرات و52 مليار من دجلة، هذه إحصائية معروفة ومؤكدة بعد الاحتلال، وضمن مشاريع مشروع الغاب الكبير الذي يعني صنعته أو عدته تركيا ضمن مناطقها، تقلص الوارد المائي لكل من سوريا أولا والعراق، لأنه كانت سوريا أيضا لديها مشاريع سدود كانت تؤثر كثيرا على الوضع العراقي، لكن بعد ظروف سوريا اختلف الوضع، صار التسبب الرئيسي في شحة المياه والتدفق المائي والإطلاقات المائية هي من تركيا للأسف. ولعل سد إليسكو هذا الضخم ومشروع ضمن مشروع الغاب قد أثر فعلا وواقعا على الوارد المائي. هو أيضا هناك ما يسمى بمشروع شو اسمه الجزر التركي، هذا مش سد الجزر التركي، يسمى لدى العراقيين والخبراء العراقيين سد الجزر القاتل، لأنه هذا يعني من المؤمل أنه السنوات القادمة يدخل حيز التنفيذ، يشتغلون به وعلى بعد كيلومترات بسيطة من الحدود السورية، هذا سيقلص واقع. طب لماذا سيد رعد لم يكن لدى الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 خطط ورؤى واضحة فيما يتعلق بأزمة المياه في العراق التي تفاقمت في السنوات الأخيرة؟ حقيقة كان رؤساء الحكومات وبالذات يعني هذا الفاشل المالكي كان يذهب زيارات استعراضية وزيارات مجاملات، يعني يسطر فيها في بيانات الحكومة حكومته، كان يسطر كثير من الإنجازات والفعاليات على مستوى ما حققه مع الجانب التركي، وبالنتيجة كان يعني هناك حقيقة فراغ كامل لا نحصل منه أو لم يحصل منه إلا على يعني زيارة مجاملات إن صح التعبير. ولا ننسى أيضا دور الإرهاب والذي عاشه العراق، مقاتلة الإرهاب كان يضفي كثيرا على الأجواء، يعني اهتمامات جانبية وثانوية، ولكن هو خلل فعلا في سياسة المعالجة لقضية المياه في العراق. وكان هناك حقيقة سفير مسؤول أو وزير الموارد المائية قد عين من قبل الحكومة، أعتقد حكومة الكاظمي الأخيرة، في سفير فوق العادة في تركيا، على أمل أنه لأنه وزير مالية مائية شؤون مائية والموارد المائية، على أمل يعالج الوضع، ولكن كان حقيقة كل ما يقابل المسؤولين الأتراك كان يطلب منهم خططهم لتشغيل السدود، ويعبر عنه عن قلق أو قلق الحكومة العراقية من سد الجزرة هذا التركي اللي يعني مؤمل أن يقام، ولكن لا يعطوه حقيقة أي إجابات، وانتهت مدته ولم يكتب له حقيقة النجاح في موضوع معالجة المشكلة المائية مع تركيا، وبالنتيجة هذا اليبوس وهذا الجفاف الذي شكلته هذه السياسة حقيقة المؤسفة للجارة تركيا. شكرا جزيلا لكم. من عمان رعد هاشم، الباحث في الشأن العراقي.